تيجي دلوقتي عشان تيجي اشوف بنت اخويا. لا والله شوف بنت اخويا. والله هرجع اشوف بنت اخويا. انت يا صباحو عسل، يا صباحو سكر، يا صباحو هنا. بصوا انا مش لاقيه كلام اقوله على كميه الكلام اللي انتوا كاتبينه لي وعلى كميه الترند اللي انا قاعده فيه ده. والله ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يرزقكم ويفرحكم وينوركم اللي نفسكم فيه. بس انا بقى ماليش في الجو ده، انا تعبت من الوقت ده، انا عايزه انام براحتي واصحى براحتي. انا ما حدش يتحكم فيا. لا معلش، ما حدش يتحكم فيا. انا في راجل عايش معايا هنا زي الفل زي الفل، راجل قد الدنيا، عنده داخل على 45 سنه، عمره ما اتحكم فيا ولا قال لي نامي امتى واصحى امتى. لكن الولد السفلوته ده اللي صحيني طول الليل وينايمني بالنهار، لا ده واضح انا ما بحبوش. انا ما اخدتش على كده. انا هطردها دلوقتي هي وابنها، اقول لهم اطلعوا بره. صح؟ مش انتوا رايكم تطردوا؟ صباحكم فل. بصوا احنا طبعا اليوم بتاعنا متبدل شويه، لان فضلت عارفين اول نونو بقى وكده بيفضل يعيط شويه بالليل، ومش زي كل الاطفال يعني، مفيش حاجه الحمد لله. فما يعني اليوم اتبخت متلخبط، فغيرت له بقى وقعدناه ولبسناه ومش عارفه ايه، وانا مدلها اخر دلع يعني، اهو نعمل له ايه تاني برضه بيعيط، مش عارفين نعيط له ليه. المهم هنظبط بقى البيت ونظبط ونهندم كده الحاجات ونعمل لها شويه شوربه لسان عصفور، لان النهارده بقى تشرب شوربه لسان عصفور. صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم سكر. عيشوا بقى معايا اليوم بقى ده اللي احنا ايه، مش مفيش راحه ابدا. يا رب يديم افراحنا يا رب، وانا مش عايزه ارتاح، انا مبسوطه كده، بس يديمهم في حياتي بالصحه والرضا كده. يلا نسمي بالله ونصلي على النبي. وعايزه اقعد احكي لكم بقى الحكايه كلها من اولها لاخرها. انا جبت لكم امبارح واحنا مروحين، بس جبت لكم بالليل يعني عشان احنا بالليل. بصوا احنا جينا امبارح بالليل متاخر، يجي الساعه مثلا 2 3 كده من المستشفى، وجبناها بقى ودخلناها هنا وفضلنا قاعدين سهرانين لما الصبح اجي علينا والظهر اجي علينا، والواد ده مسهرني. قلت لهم لا بقى حرام عليكم بقى، نفسي انام، انا مش اخد على كده. المهم فضلنا قاعدين بقى مع بعض. ابراهيم هو راح بيت في بيتهم، ونادين والنونو فضلوا بيتين معانا. فضلت بايته هناك على الباب الكنبه كده، انا شغلت الغساله على الحاجه اللي كانت جايه. اول ما دخلت شغلت الغساله على الحاجه، اي هدوم كانت معايا في المستشفى، يعني في هدوم لسه ما كانتش اتلبست بس كانت محطوطه في الشنطه وحطينا عليها هدوم المستشفى، فاي حاجه كانت معايا في المستشفى حتى الشنط بتاعه المستشفى سبتها عند الحمام هغسلها. والسليبر ده كانت هي لابساه، فبرضو اخدته غسلته وعقمته كده عشان المستشفى، يعني مش عارف اي حاجه بحبها، اي حاجه كانت في المستشفى احب اغسلها وانضفها، حتى لو هي يعني الشنط حتى اللي كنا اخدينها معانا هسيبها عشان اغسلها ما دام راحت المستشفى وخرجت. يعني دي الاوضه بقى اللي احنا موضبينها، كانت هي قاعده هي وصوفي بقى ايه، هي يعني قاعدين على السرير بقى عايزه ترضعه وعايزه تغير له عايزه حاجه، وانا دخلت كده لما تلاقي الدنيا كده حواليها لو حد جه لها ولا حاجه. لان عايزه اقول لكم كمان اخوات علي اجوا يعني فرجنا على بعض، وامي ليلى هي الله ما تتخيلوش الخناقه اللي احنا اتخانقناها انا واخوات علي وفضحنا بعض وكده يعني. طفت لها النور على اساس ان هي تنام، لكن ايه بقى مفيش فايده يعني. تعرفين الاطفال في الاول كام يوم دول عيطوا صحيان وهي مش عارفه تنام، والحكايات اللي بتبقى في كل البيوت يعني. قعدت بقى روى وقعدت اخلص اللي ورايا كله، عشان طبعا انتوا عارفين اي واحده بقى في ولاده تلاقي طبعا العمه والخاله واللي جاي يبارك واللي جاي يسلم واللي جاي، فلازم البيت يكون متروق. هتقولي يا نشوه طب انت هتنامي امتى؟ اقول لك اقسم بالله لحد دلوقتي ما اعرف، يعني انا ماشيه كده بدعاء الوالدين مش عارفه انا هيجي الوقت اللي انام امتى، لان فضلت النونو مصحيني لحد امتى. وبعدين انا لما جيت انام قلت بقى اقوم اروق الشقه، كان عندي كده في الانتريه كام حاجه متبهدله. انا خرجت الوقت ابص، كنت سامعه واحد بينادي على بطاطس وطماطم، فخرجت لقيته بعيد شويه، قلت لما يقرب يجي اكون انا لميت شويه حاجات من الشقه. طبعا الولاد طول النهار قاعدين على الكنب، فقاعدين بقى ايه زي ما انتم شايفين بيبهدلوا هنا وبيبهدلوا هنا. هو الدكتور زي ما انا قلت لكم هو طلب منها ان هي تاكل قراميش بينسون، قلت له اعمل لها اكل وكده، فقال لي لا. فانا قلت اما اعمل لها شويه، ده الكلام ده امبارح، فعملت لها اول ما جينا قراميش بينسون. اما بقى النهارده قلت هعمل لها شويه شوربه لسان عصفور، قال لي شوربه خضار او شوربه لسان عصفور، فانا قمت جامعه الاثنين مع بعض. هقول لكم دلوقتي انا هعمل لها ايه. انا بس بلم الدنيا كده عشان لو حد من اخوات علي اجى او حد من اخواتي حد كده حد كده. الحمد لله يعني والله عايزه اقول لكم البيت مفتوح لاي حد يجي على راسي من فوق والله.
فببقى قاعدين هنا بعيد عن النون وبعيد عن الدوشه، بعيد عن فاهمين، لو قعدنا اتكلمنا قعدنا هزرنا ضحكنا يبقى بعيد كده. لو هي عايزه تنام شويه، عايز تقعد شويه، عايز تبقى قاعده بحريتها شويه، دي المساحه اللي انا كنت جايباها. يا دي لمامه زي ما انا قلت لكم، هي فيها كده زي بتاع كده بتلم الوبر، بتلم العك، بتلم كده يعني، بتشيل شويه يعني، بتشيل 80% كده من الحاجات اهو، تبقى منظفه الدنيا من على الوش. عايزه اقول لكم والله البيت نظيف، هو شويه كركبه بتاعت ان انا جيت من المستشفى وهدوم المستشفى وهكتب تأمين الحاجات دي، فهي دي ايه اللي مع اللي عكره الدنيا. لكن هي البيت والله زي الفل. وبعدت جبت فرخه من الراجل اللي تحت البيت، كان نفسي اجيب فراخ بلدي، بس هي كده كده لسه مش هتاكل فراخ، فلسه بقى ايه قلت لو على بكره لو عرفت اجيب لها ديك بلدي كده ولا حاجه اسلقه لها. طبعا بقى طفيت النور وهديت الدنيا كده، كل شويه اخش على بتاع البطاطس شوفوا قرب يجي ولا لسه. عايزه بطاطس وعايزه بصل وعايزه طماطم وعايزه حبه حاجات، فكل ساعه ما اسمعه قرب يجي خلاص اجي بقى تحت البيت اهو. جبت منه جوافه وجبت منه كاكا وجبت منه بطاطس وبصل، جبت منه شويه حاجات. قلت اول حاجه المطبخ عندي مقلوب شويه بس مش مشكله، قلت اولع على الفراخ اول عشان الحق اطلع لها شويه شوربه سخنين كده يعني بلسان عصفور، مع ان هي ملهاش في الحاجات المسلوقه يعني. بس هو قال لها ما ينفعش تاكل فراخ النهارده، قال الفراخ واللحوم بقى بكره لو يعني لازم يعني ايه يكون المعده بتاعتها اشتغلت ويخرجوا الحاجات دي. فقالت لا ما لازم ما تعملش ما تاكلش دلوقتي لحوم ولا حاجه، شويه شوربه ومسلوق في الشعريه وخلاص. كان جاي لنا بقى من مرات عم من مرات عم ابراهيم، كانت جايبه لنا فطير بقى كده زي ما انتم شايفين، فكنا اتعشينا بيها امبارح وطلعت حته كده في طبق سبتها وحطها في الثلاجه. تصدقوا انا نسيت احطها لاخوات علي واحنا قاعدين، والله لو كانوا شافوها ما بيحبوها قوي، ده امل بتموت فيها. دلوقتي ابعت لها حته. ودي كوسه بقى كنت جايبها من العربيه، عربيه الراجل اللي كان واقف تحت، جبت منه كوسه وجبت منه بطاطس وجبت منه طماطم وجبت منه بصل. قعدت بقى قلت احضر صينيه البطاطس وانا واقفه الحق اولع على الاكل، عشان ايه اهم حاجه الاكل والله، عشان لو الولع عيط قمت اشتلت وقمت عملت حاجه يبقى الاكل مولعين عليه وجاهزين لو علي جه ابراهيم جه اي حد اجى يتغدى يعني ايه في ساعتها. وسبحان الله النهارده غدا كانت لقمه هنيه كفت 100. بص كانت لقمه صغيره بس كلنا دقنا منها. قطعت كده البطاطس وقطعت الكوسه وقطعت البصلايه وقطعت قرن فلفل، كنت ما رضيتش احط شطه عشان قلت يمكن ابراهيم ما يحبش ياكل الشطه ولا حاجه. وبطاطسيه كده زي ما انتم شايفين صينيه بطاطس على السريع. جبت الطماطم قلت اروح اغسلها غسله حلوه، وقعدت اقطع كده شويه طماطم. انا قلت اعملها ني في ني كده، مش يعني مش تسبيكه بقى وعصر الطماطم والطماطم تتسبك وده، عملت كده ني في ني. كل انا احط عليه شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون ومعلقه بابريكا شويه زيت ومعلقه صلصه وبس خلاص. شويه الشوربه بتاعه الفراخ كده نزلها على البطاطس تكمل عليها سواها بقى وشويه الملح وخلاص. كانت الغساله انا بغسل هدوم النون لوحدها يعني، كنت مشغله الغساله على هدوم النون لوحدها، ما رضيتش احط عليها حاجات كتير يعني حاجه معاهم، وحطيت عليهم بصوا عايز اقول لكم شويه مسحوق زغنطتين خالص عشان ما يبقاش غلط عليه، ولا كلوريكس ولا كلور ولا اي حاجه خالص، هو شويه هدوم. اصلا هو هدوم البيبي بتبقى نظيفه، بس يعني انا قلت من المستشفى والحاجات دي تكون الهدوم نظيفه ومتعقمه كده وحلوه يعني. بصوا منظر والله العظيم انا كل ما بشوف المنظر ده بقول له ما شاء الله انا عندي المنظر الحلو ده، ده الواحد عنده نعم كتير والله في حياته يعني. شوف فين المنظر ده، انا عايزه اعمل كوبايه شاي دلوقتي بس اكون قاعده فاضيه بقى. فين الفضاء؟ الفضاء ده فين؟ انا عايزه اسال هو الفضاء بقى اللي هو كنا احنا فيه ده هيجي امتى؟ عايزه اعمل كوبايه شاي كده واقعد في البلكونه يعني استجم ساعه، اخدين بالكو استجم بس ساعه. قعدت بقى انشر له كده الهدوم بتاعه وشويه الحاجات الزغنطوطه اللي نادين جايباها، مش عارفه جايبه له جوينتي ولكلوك وشراب وبافيتا وحبه حاجات كده من اللي هي الزغنطوطين دول، غسلتهم ونشرتهم. سبت الهدوم بقى كده لان لميتها، قلت ان انا تخش تطبقهم لاي ان انا تخصصها تطبق الهدوم وانا ابقى اخش اظبط كده عليها. كان عندي بقى كده انا قلت اخش اولع على الرز، جبت الحله كده وحطيت عليها حته سمنه، بطلع حته سمنه جبت الحله ولعت عليها، لا ده كان شويه لسان عصفور ده مش رز، قلت محمر شويه شعريه لسان عصفور ليها، حطيت كده حبه زيت وحطيت عليها شويه لسان عصفور وقطعت بطاطسيه وكوسايه قلت تبقى شوربه خضار، وحطيت عليها شوربه الفراخ. وجيت عشان اغرف بقى الرز واغرف الاكل بقى، وكنت بقى لا استنوا ده انا قبل ما اغرف الحاجات دي كلها وانا بغرف بقى قلت اخش اشطف الكام طبق دول
يعني انا كان عندي شويه مواعين كده، بعت جبت مسحوق، ما كانش عندي مسحوق للاطباق، غسيل الاطباق يعني، بعت جبت الكيس ده، مش حلو طبعا، مش حلو خالص يعني، بس هو نجزني انقذني يعني، فاهمين؟ غسلت كام طبق كام كوبايه دول، عمال بقى لما انا مخلص عمال ما نحط الغدا والاكل كان يستوى وكده، كنت انا بغسل المواعين. وانا بغسل المواعين بقى طبط علينا مين بقى؟ طبط علينا مين؟ طبعا أبلة أمل. أبلة أمل لازم تسكت، لازم تيجي وتقعد تغزني وتقعد تعصبني وتقعد تحرق في دمي، تغسل لي المواعين وتنظف لي البيت وتطبخ معايا. غسلت الشلات. أصل أنا يا أمل الشلات إيه؟ بتقول لكم إن أنا كويسة يعني، أمل بتقول أنت كويسة الحمد لله، بتقول لي بعد الشر عليكي يعني، أمل دي بتحبيني قوي، إحنا بينا علاقة حب لا تتخيلوها. لا تتخيلوها، بتقولي قصدتي الشلاتي يعني، بس دي حاجة، دي معنى تعبيري جميل في اللغة العربية احنا لسه ما اخترعناهاش. أنا أديلك الكتاب كده، أجيب لك الكتاب. أديلك الكتاب ستارسر بتاعتك. بحبها أوي، هي واضح إن هي بتحبني أوي. جدا. النهارده جاية عشان تغسل لي البيت، عشان تغسل لي المواعين وتنظف لي البيت وتطبخ معايا. غسلت الشلات. اصل انا يا امل الشلات ايه؟ بتقول لكم ان انا كويسه يعني، امل بتقول انت كويسه الحمد لله، بتقول لي بعد الشر عليكي يعني، امل دي بتحبيني قوي، احنا بينا علاقه حب لا تتخيلوها. لا تتخيلوها، بتقولي قصدتي الشلاتي يعني، بس دي حاجه، دي معنى تعبيري جميل في اللغه العربيه احنا لسه ما اخترعناهاش. انا اديلك الكتاب كده، اجيب لك الكتاب. اديلك الكتاب ستارسر بتاعتك. بحبها قوي، هي واضح ان هي بتحبني قوي. جدا. شوف البنت اللي بتحبها، من ساعتها مش شبابيك على سيبك تبقى في الشارع. هي يا امل اللي بوش. ازيك يا جماعه؟ ازيك يا حنون؟ ازيك يا زفت؟ عامله ايه؟ حنان انا اسمي ابله نشوه. او تيتا نشوه. لو سمحت. ما قلتليش تيتا اللي قبل كده اللي ايه؟ كنت قلتلي تيتا وانا ما قلتلكيش تيتا؟ لا. طيب يبقى خلاص. طب خلاص من هنا وراح اقول لك تيتا وانت تقولي تيتا. ما حبيش حد يتيتني. ما حبيش حد. والله العظيم الواحد هيضيع نفسه في وسط الناس ده. تقول ايه؟ الواحد هيضيع نفسه في وسطكم. ان انت لسه مش في عواجيز وهتشبهوني. تعالي كده. حنان. رد عليها. بتقول لك احنا ناس عواجيز؟ من غيرتي. من غيرتك يا حبيبتي. من غيرتي من غيرتي بس والله من غيرتي. انت تيتا يا انت والله من غيرتي. من غيرتي ليه؟ والله من غيرتك، لو كنت تعملها من بكره هتعملها. يا حبيبتي، قال لي انا بحب اخبيها محمود وما انتش شوقي، بنتي ماشي هي اتجوزت ولا ابدا. كل ما الولد عايز عروسه تقول لك لا، عايز اقعده جنبها. طب انا طب ازيك اعمل نفسي عجوزه من دلوقتي؟ انت طايله يا بنتي. ردي حنان. يا بنتي انا ماليش طايله، ماليش طايله. والله من غيرتك. مش انتوا طايلين؟ مش انتوا طايلين؟ اه الحمد لله حبيبتي. طيب انت ولا انت قزح انت فوقيه؟ طيب انت اتنين على عندي. انت قزح؟ احنا وزع بس طعمي نانو. امك شبه ايه؟ ده مش هقول الاقزام. يا ده ايه ده؟ ايه ده؟ استني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعال تعال. انا اطول من حنان يا حبيبي. بس عشان ظهر على ظهرك. انا اطول من حنان. طب بص عشان ظهر. انا اطول من حنان بس عشان ظهر. ايوه هات لها كرسي ولا هات لها ترابيزه حطها كعب عالي. انت رجلك قد كده وايدك قد كده، صوابعها قد كده، ولو صوابعها تخينه ما يبلاش ولا يبلاش كده. مش عارفه ارد على ده ولا ايه؟ عامل ايه فيها في نفسي طيب؟ عامل فيها يا بنتي من غيرتي ده. لا انت كمان ان انا صغيره ان هي قصيره كمان. انت واحده طول النخله. ناقص لك شويه بتاع فروع وتبقي انت اللي بلح. انت اللي طلعت وبتبقى انت جدا. احنا يا حبيبتي انت النهاد بقت بلح. احنا لسه صغنططين. انت اللي كبرتي يا عبيطه يا عبيطه يا عبيطه. على طول واحنا صغيرين يا خايب. من كتر من كتر ما هم عجزهم بقول انا ما تردي يا حنان بقى. طب انا واحده عندي 35 سنه، ده عندها 60 سنه. هات مثل يا ابو 60 سنه يا المسيح. ولسه ما بقتش تيتا ولا 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 جنبها. خايفه حد ياخده. قلت لها هاتيه لنانو، هاتيه لنانو. بنتي ما هياش راضيه. خديهم يا اختك. بكره جوز نانو وهو قاعد جنبي. وهو قاعد جنبها. خليك لحظه بس. لا ده حوده حبيبي، هو حوده عارف ان انا بحبه. وانا عايزه امل ما عندهاش غير حوده. محمد انك كان طالع معايا فيديو اول امبارح، عايزه اقول لك قلت له احلى كلام. انا عارف. عارفه ليلي؟ عارفه انت هتقولي لي؟ قلت له احلى كلام. احلى كلام من غير ما اسمعه ولا اشوفه. ده انا عارف.
حنان انا قعدت اتكلم عليكي فيديو من كام يوم واقول حنان وحنان فيديو كمان كان على حنان حلو يعني ولا اختي بقى تحكي لي يلا بقى عشان احنا غلبانه ومكسره وملكش احنا ناس تيتات عواجيز احنا ناس تيتات كده صغنطتين والناس اللي لسه ما همش تيتات دول احنا هنسيبهم قاعده غيران كل ما تيجي فين العيال فين العيال يلا يا العيال استني استني جابي دلوقتي عشان تيجي تشوف بنت اخويا لا والله بنت اخويا والله حاجه اشوف بنت اخويا انت والله يا بنت وهي جايه من على الباب فين العيال هما العيال ما جولكش لما ما بتلاقيش العيال تبقى قاعده زعلانه ما بتيجي عشان تشوفه لا ما بتجيش لا انت جايه لحبيبتي عشان خاطر صوفي طيب ماشي جايه لخاطر صوفي انا هيبقى أيوة عندي اغلى منه ما عنديش اغلى منه ما كنا قلنا احنا قلنا نتجوز الولا نتجوز الولا ونجيب صوفي صغنطوط روخه انا هجيب واحده تطفح لي الدم لا لا هشوف صوفي ولا اشوف بتاع والله العظيم بامانه ربنا اقسم بالله رساله انا البلد كلها بتتفرج عليا مين اللي هطفح مين اللي هطفحك الدم ايوه ايوه لسه هي قلت لي ايوه ايوه اقسم بالله ده تبقى ربنا اقول يا امه ضايعه لا 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 تبقى ضايعه يا امه ضايعه بامانه ربنا لو في واحده في دماغها تاخد محمود والله نصيحه مني وما تقدرش اوعي اوعي توفي لا وافقي بس اتجوزي بعيد برضه لا محمود بتقول لا محمود هيسمع كلام امه اسمعني ودي يا خرابي لو دخلت لقت عندك ترابيزه معوجه يا نهار اسود وميت ب 60 نيله ما اوصفلكيش فاكره فاكره لما كانت تخش علينا وحنان شقتنا تفضل قاعده لنا بقى ده ايه ده القرف ده ده ايه ده نشوه 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 بصي اه ده ايه السجاده استنى والله العظيم كنت عامل يعني أيوه. يعني خليك معايا قولي ان الله حليم انصار والله انت اللي بتعمل لنا كده تحت السجاده لا كانت بتلاقي حاجه يا بنت لا والله عمرها ما احنا كل الفل الفل بص تيجي تقف رافع على السجاد تشوف تحته بقى في تراب ولا لا ده ناقص كانت لو كنت لو كنت انضف ما كنتش اتكلمت انضف منه والله يا مين عايشين هنا في غل احنا انضاف بس ما بنحبش نظهر لا حلوه انتي طينتيها صح طينتيها احنا نص دي استرني يسترك ربنا يا عبيط ما بنحبش نظهر للناس ان احنا احنا مش كده احنا بنخبيها جواتنا خبي النظافه جواك تمسحي حاجه على الوش كده اي حاجه والله العظيم تيجي تشيل لنا السجاد ترفعينا تحت الكنب لا بس هي هدت اما اتهدت عن زمان اما دي كانت زقت هي شو بتشتمي اما دي كانت زمان ابويا وامي كان معاها فلوس بالهبل ولا بس كل اخت عملها تمن هبل 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 ما انتوا يا جماعه عرفت ان انا افتقرت من ايه من عيني من عند الكنجل والله بص كنا انا والبنت دايما نبقى قاعدين والله احكي لكم موقف كنا انا والبنت دي قاعدين مره مش معانا 5 جنيه نجيب سندوتشات للعيال الصبح فاكره اليوم ده بطل فضحه ايوه مش مشكله عادي ما كانش معانا فلوس وبعدين البنت دي جت قعدت وكان معانا شخصيه ثانيه مش هنقول لكم ان هي بس البنت كنت اتكلمت مش شخصيه ثانيه اقصد شخصيه ثانيه المهم فدي قعدت هي والشخصيه الثانيه تقول لي لا بس هو عمل حوالي 40,000 او 30,000 وريت تقول لي طب حد يديني 30 جنيه دلوقتي لا بس ما عشان اللي كنت بقول 30 ولا بلده الثانيه ايوه بس كنت بتلعب بالفلوس كنت بتلعب بالالفات احنا قاعدين يعني مش انا بس انا اصل التنيت وقلت الفات ايوه كنت بتقول انما الثانيه اللي كانت قاعده تقول ايوه كنت بتخاف من الحسد لا والله ما حصل عمري ما لا بتكلم كنا احنا مش لاقيين ناكل ودي تروح تقعد في راس البر بقى حاجه سياره لا انا اروح يخت والمك اجيبكم انت يا حبيبي انت جاي ليه؟ جاي يتغدى جاي يشوف لا والله انت جاي عشان يا قال لي انت جاي ليه؟ في واحده في الدنيا تقول لي لا انا عايزه لا اصل هو دلوقتي ما عادش بيجي لنا الله يكون في عونك يلا معالي اتحمل ما عادش بيجي لنا اتحمل اتحمل يا حبيبي انت بتشعلي لي الدنيا بيشوف يتوقع بتقولي ان جوز بنتي جاي ليه؟ واحد جاي لمراته وابنه معلش ايه الحقيقه عشان احنا جمعنا 20,000 جنيه ورايحين نقعد يومين في راس البر وانا وهي مش جايين 5 جنيه اصلا علي كنت بروح من غيرها؟ لا بصوا بقى ها حق الله كنت بسيبك تروح متروح ابعد نتصل نجيب حق الله كانت البنت امل دي بقى كانت تجيب الشقه في راس البر بولوفات والله العظيم وكانت تجيبنا انا والبنت دي الغلبانين كله فطار وغدا وعشاء وفطور بالله اقسم بالله والله العظيم مش انا ما خدتش شقه خدتكم كلكم ايوه انا ما خدتش شقه ما خدتكمش هو العاب فيه انا بس انا اللي بدات امل كانت الوحيده اللي كانت تروح اصل امل المصحف يا نشوى الاسبوع اللي احنا خدناه في امل اجت امل اجت قعدت معانا نسال نانو نانو كانت امل بتعمل نايمه وراحه في 60 نوم هو فين؟ هو ادي اسمه ادي ها؟ هو فين؟ هو مين؟ نون نون كانت بتسال على ابراهيم هو فين؟
نونو رجعنا بطنها تاني. لا ما رجعت في كده ما رجعت. فين؟ مين يا حبيبتي؟ بتدور على مين؟ نايمين. شوفي فين؟ شوفي فين؟ في بيتهم. شنو قلت لك هناك نادين روحت؟ ده بيتهم يا بيت. نادين روحت على شقتها. نايمين نايمين. مين اللي نايم؟ احنا لسه ما شفناهاش اصلا. مين اللي نايم؟ نادين نادين. شوفي قصدك على صوفيا يا بيت؟ قصدي على ما مش قصدي على صوفيا يا مش قصدي على صوفيا، قصدي على صوفيا انه غنون. بصي هقول لك مش هنا في بقول لك بقول لنا نو اخلي لك خلاص يا علي وهي نايمه قامت قالت لها بس ده هي راحه في النوم قلت لها بقى هترد عليها اصل عمل تشخر بس وانت بتجي تشخر يا ريس يا مدللها اما نعم نعم نانو والله العظيم بصي مقتوله في النوم وناني ده هتضحك والله سامعاه وهي بتقول لها خير لا ممكن اقول امبارح امبارح والله يوم فضايح روحت امبارح حتى عيطت اصلا ليه اللي حصل عملت كده واحنا مروحين نزلنا من العربيه قامت ضربه واقفه قدام العربيه اللي هي ماشي وندى على امل واحد وقف قدام العربيه سواء عملت عم تجنن عم تعمل شطه 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 حصلت على لسه ما كملتش لسه قامت بقى ماشيه قدام الرصيف راحت العربيه بقى العربيه بخصم بقى العربيه بخصم جديد بعد ما عرفت ان ما اعرفش بس هي العربيه اللي غلط العربيه جايه العكس انت بتضحكي على عمتك والله هو كان نظر متاخر بس انا وقفت مكان اقسم بالله انا وقفت مكاني الزرقاء بقى مسكتني وسمعت مع منى الحرب وانا مش عايزين يا انا وقفت وسمعت وانا خلاص امل اتداست خلاص وانا قاعد بضحك انا بدور اشوف امها بصوت تقول لي ابني لابسه العربيه الحمد لله اقسم بالله شوفي الواطيه والله لا تضحكوا عليا مش فيها دم هو بعد بقى من الموقف عدى بقى قعدنا نضحك انت لو شفت منظرها كنت بطلت تضحك يعني انا عدت من الناحيه دي بقى كانت خلاص قطشه امبارح احكي لكم اخر حاجه تعالى يا جماعه امبارح نادين ماشيه ازاي ادي كده فمسنده فماشيه بطني زي ما هي واحده والده يعني فبتقولي ما حدش يضحكني وما حدش يتكلم فانا سنداها انا اللي سنداها فسندها كده فابراهيم معدي فبيقول لي هو ده وقته ترقصوا في سلوك فانا من كتر الضحك سبت اعصابي فالبنت هتقع انت محدش بيحبني محدش حاسس بيا انا موجوعه وانتوا عمالين تضحكوا اقسم بالله فضلت تعيط وبوزت وخصمتني انا وابراهيم ايوه اجي ما ضحكت انت تعالى اموتي يا شايف البنت ما وجعت عبيتك انت قاعد تضحك والبنت تعبانه اشمعنى ما تضحكوا عمتك كانت مش شو مش شو لا ده كنت سواء شايف شوطه الراجل عايز يعدي وعمال يدعي يعني انا معلش سؤال شخصي قدامي الناس هو انت بتضحكي بيضتي قوي ليه كده عشان ما بخرجش عشان ما بتخرجيش طب ما انا قاعده ما بخرجش وبسود اكتر ما انا سودة اهدي النيل هصحى بكره الصبح الاقي سودة تاني احسن 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 بعد الخناقة الجبارة دي بقى قعدت غرفت الأكل وكنت قلت أعمل صينية كده لإبراهيم كان إبراهيم دخل قلت أعمل له صينية كده بطاطس وحتة الفراخ وبحطها له جوه في الأوضة يأكل مع مراته وبعدين قالوا لأ ما تخلوش يقعد يأكل هناك هتجوع يبقى نفسها تأكل الأكل وهي مش هتاكله فحرام ما تجريش ريقها فمرضتش بقى يعني برضو اكتبوا لي يا أولاد أكلها بكرة إيه يعني إيه لو أنتوا عارفين يا مساء عسل يا مساء سكر يا مساء هنا عاملين إيه وحشتوني بصوا بقى الراجل الطيب فين الراجل الطيب اهو عمو صوفيا عمو صوفيا هيهبل نشوه يا جماعه اي والله انا برده والله بصوا يا جماعه احنا المفروض نبات في العياده بس احنا هربنا عملنا حركه جنونيه وهربنا هنعمل ايه بقى قعدنا نقنع في الدكتور فيقول لنا باتهم فالمهم مشينا يعني قلت له مش هديني ياكلوني ياكلوني وجبنا القرميش وجبنا الحاجة وهنروح نعملها شوية ينسون بقرموشة امسك الولا مش هم التليفون حاضر هرمي التليفون دلوقتي وامسك الولا انا مرميتش الولا خلص انا هرمي الولا ما انا شايلة الولا هو وانا شايلة الولا هو على حجري لا والله كوتي لا والله عشي ما هبه هم تيتا ياغتي قلبي تيتا عقبتي تيتا المهم يعني فالهاني مركبه قدام بقى واخدينها ومروحينها بيتها بيتنا بالسلامه والحمد لله على سلامتها هي والولا صوفي وربنا يكمل لهم على خير ويطمن عليهم ان شاء الله باذن الله يا علي حرام عليك المطبات والله العظيم انا ماشي زي بصي دكتور جراح والله علي تعب البت ده هي مش عارفه طبعا الجرح مش طايقه مطب وانا اصلا ساكنين في بلد كلها مطبات بس البلد حلوه ناس حلوه والله
ماما حلو هنا بنناشد وزير احنا ما بنناشدش اي حاجه خالص غير وزير الصحه وزير الاسره. فنروح بقى البيت كده نغير ونظبط الدنيا والحمد لله على سلامتهم. وشوفي جاي ينور بيتي اهو بقول له شوفي جاي ينور بيتي بقول له اهو هو الولا قال من نفسه يعني. هو الولا موافق قال لي الولا هو شوف دلوقتي بيقول والنبي يا تيتا ارحميني ما تروحينيش مع الست الهبله دي هي وجوزها والنبي يا تيتا ارحميني. بصوا لا قادره تقوم ترضى ولا قادره تقوم تعمل حاجه بس هي فالحه تعمل له ازاي تعمل له ايه اسهل في الحياه وهي تعمل له ازاي يكت ايه بتعمل له ايه نادين يا نادين يا كوكي قلت كوكي ايه قومي رضعي قومي غيري له كوكي اوقع طيبه كوكي ايه دلوقتي يا حلاوه حاضر نسيبها توقف مع نفسها وتعال نروح بقى البيت بالسلام. بصوا دي اول ما جينا من المستشفى قلت اجيبها لكم برضو يعني عشان ايه اللقطه تبقى مفيش حاجه يعني طول نار. بصوا كل الاحداث بتاعت اليوم بتاعنا كله. بصوا انا كنت جايبين نص فرخه مشويه واحنا كان عددنا كتير ده الكلام ده امبارح بقى مش يوم الفراخ اللي احنا طبخينها ده الكلام ده قبلها بيوم. كنت جايبه بقى نص فرخه مشويه يا معموله كده معاها سلطتها ببطاطس بالتوميه مش عارفه قمت جايبه كيس كايزر وقعدت اعملها كده شاورما وعملت البيت نادين ينسون بالقلاميش اللي الدكتور قال عليها استاذ ابراهيم بس عمو استاذ ابراهيم اتفضل اتفضل يا باشا خد مني بقى المنيو اتفضل يا استاذه هانم اكلها بقى بالله عليك تاكلها ده جيب لي سندوتشات انت ليك انت السندوتشات دي ما تاكلهاش حطها بعيد كده بص اهو اكلك اهو تخبيها عشان اقعد اكلها بقى بالله عليك ها أه؟